طلب من والدتي أني أنا يعني أكون مع أخواني مع والدي في مدينة الطائف. طبعاً انتقلت مع أبويا، وكانت بداية حياتي في الطائف من هذا السن. وصلنا للطائف، والدتي ما هي معايا، كانت الحياة يعني بالنسبة لي صعبة جداً. أيضاً أمي لم تستطع العيش الوحدة في مدينة أبها، استأذنت من أخوانها وقالت أنا بنتقل إلى الطائف أكون قريبة من أبنائي. طبعا معروف البدو فيهم أنفة وفيهم عزة، ولا يعني يطلبون شيء لهم منهم. أيضا والدي لم تكن تطلب والدتي منها شيء. انتقلت والدتي للطائف عن طريق بعض الأرحام وبعض الأقارب لنا القريبين جدا يعني منا. أمنوا لوالدتي بيت بالطين في حي اسمه قروة في الطائف، وطبعا كان أغلبه يعني من ناس ميسورين، أعطوه والدتي. سمح والدي أني أكون مع والدتي طالما أنها قريبة، وكنت أتنقل ما بين والدي ووالدتي. طبعا الوالدة رحمة الله عليها هنا بدأت تبغى تأسس حياة في هذه المدينة الجديدة عليها، وهي وحيدة ما يعني إلا من أولادها. أخوي محمد أكبر مني سنا حوالي 8 سنين، فكان أقرب أنه يكون يعني رجل البيت مع والدتي، ولكن أغلب وقتها كان مع والدي لاحتياج أبويا له، يعني يحتاجه في خدماته وفي أموره. بدأت والدتي رحمة الله عليها هذه الإنسانة العظيمة، واشتغلت فراشة في مدرسة، ووالدي في شرطة الطائف، وبدأت أشق طريقي في الدراسة مع والدتي وجزء من أيامي مع والدي. هنا كانت الحياة بالنسبة لي صعبة جدا، كنت أنتقل من البيت الطين، من الحياة البسيطة جدا، إلى بيت والدي رحمه الله، البيت اللي يعتبر في هذا الوقت فخم جدا وميسور جدا. فكنت أعيش الحياتين، كنت أعيش بنظرة المجتمع لي ابن الرجل الغني، وأيضا ابن الإنسانة المكافحة الفقيرة.